بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، أول شيء قبل أرد على أسئلتكم بالدايركت، تذكرون قبل فترة قلت لكم بشرح لكم دراسة وانشغلت، فيه الوقت اللي الحين فضيت عشان أشرح لكم الدراسة اللي قلنا تتكلم عن الوزن والميزان. هذا وقت الحين بشرح لكم إياها. قبل أبدأ الدراسة أبي أقول لكم شغلتين. الشغلة الأولى، اللي عنده سؤال بالدايركت إن شاء الله راح بعد الفقرة أرد على أسئلة، واللي ما رديت على سؤاله يعذرني. اعتقد كلنا اصحاب الحسابات الكبيره نعاني ان ما نقدر نغطي جميع الاسئله ونرد عليها كلها بسبب كثره الاسئله، فسامحونا، نعتذر منكم على هالموضوع. طريقه انتقائي لاسئلتكم اللي ارد عليها قاعد تصير عشوائيه، يعني ابطل دايركت هني ولا هني ولا هني، تشيك شي فجاه اللي يطلع لي ارد عليه. طيب، نية على موضوع الدراسه. الدراسه يا جماعه، تذكرون قبل فتره مو بس احنا، صايره ترند بالعالم انه وخروا على الميزان ركزوا على الشكل. يعني العالم كله قاعد يتجه انه ركز على شكلك، وخر على الميزان، الميزان مو كل شيء، لا تركز على الميزان، ركز على ملابسك كمقياس لنزول وزنك. بعد فترة من هالترند، او خلينا نقول من هالهبة، جاءوا العلماء ادرسوا شنو صار بالعالم عقب هالهبة، غالبا بامريكا، ترى الدراسة مو بالكويت ولا بالخليج. العلماء شافوا ان الدراسة نتائجها نقدر نقسمها الى كاتيجوريز او الى فئات ومجموعات، لان ردود الافعال تختلف من شخص لاخر ومن مجموعة. يعني مثلا في ناس ماشي عليهم الدراسة اللي تقول خل ميزاني يولي يركز على هدومك، قاعد يروحون النادي، قاعد يبنون عضل، فالهدوم فعلا هي المقياس. ولكن طلعوا لنا ناس مو مهتمين بالميزان ولا قاعد يروحون النادي، وقاعد يخربطون باكلهم على اعتبار ان ما وراهم ميزان ولا. فهذيل الناس اللي قاعد يصير معاهم انه قاعد يزيد وزنهم، ويزيد وزنهم كتل دهون وشحوم، ويبررون انه لا كنا ما تغير وايد الشكل ولا قاعد يطلعون بالميزان. أنا قلت لكم الدراسة كانت وايد موسعة وشاملة وايد فات، يعني في ناس بس عندهم كرش، الكرش يزيد شوية مو وايد، بس يقول لا كنا ما زاد، باعتبارنا مو قاعد يطلون على الميزان ويبررون حق. وأيضا في ناس يعني مو كرش، كله هو متين، هو كله متين، في متن ويبرر حق نفسه كنا ما فرقت معاه. فهذا الشيء أثر سلبا على كمية الأكل اللي قاعد يأكلونه، وأثر سلبا على التبريرات السلبية اللي يبرر حق نفسه، ما طلب الميزان وأكل اللي أبي. فأنا مو غيري، أنا اللي كنت أقول لكم لا تطلون بالميزان، لا تشوفونه، ركزوا على هدومكم، الحين أقول لكم اللي ما يروح نادي ومو مهتم حق أكله، طل بالميزان، أخذ فكرة شنو قاعد يصير معاك، راقب وزنك كل أسبوعين، كل ثلاثة، مو شرط يومياً، إن شاء الله كل أسبوع مرة، بس لا يصير عندك هوس ميزان. الكلام اللي قاعد أقوله إن تطل بوزنك إذا كنت إنسان ما تروح النادي، ما تبني عضل، بس إذا تروح نادي وتبني عضل، ماكو فايدة، وزنك راح يزيد بس عضل. اما لا والله، اذا انت نوعك ما تروح نادي، ما تمارس رياضه، اكلك انت باعتقادك مسوي شغل عدل بس بالواقع مو شغل عدل، فطالع وزنك راقبه. فاللي كنا نقول لهم لا تطلون بالوزن، مو الكل، في ناس يحتاجون يطالعون الوزن، وفي ناس لازم يراقبون وزنهم، وفي ناس ما ينزل الا لما يراقب وزنه. في نقطه لازم اركز عليها، هوس الميزان أسوأ من انك ما تطلب وزنك. يعني لو تقول لي اقدر ما اطلب وزني او يصير فيني هوس ميزان، لا تطلب وزنك ولا يصير فيك. أسوأ مرحلة ممكن تمر عليك بالميزان إنه يصير عندك هوس الميزان، يعني لو ما تطلب وزنك، لو يزيد وزنك، لو بلاوي سودة، بس ما يصير لك هوس ميزان. فعلشان نختصر الموضوع يا جماعة، الناس اللي ما تروح النادي، الناس اللي ما تمارس رياضة رفع الأثقال، طلب وزنك على الأقل، خل هذا رادع لك عشان لا تأخذ راحة. على الأقل خل الميزان والرقم اللي على الميزان رادع لك على المشوار الغلط اللي أنت ماشي فيه. وفي ناس لا ذمة ولا ضمير، حتى الرقم اللي على الميزان يطل فيه ولا كنا شايف. طيب، بعد هذا الموضوع أبي أتطرق إلى نقطتين وبعدين أرد على أسئلتكم. النقطة الأولى يا جماعة، أنا بعدي ما رجعت العيادة وبعدي بجازة، فما أستقبل مراجعين. متى راح أرجع العيادة ومتى راح أبدأ أستقبل مراجعين؟ أعتقد بعد أسبوع إلى أسبوعين، راح أبلغكم بالسناب شات، بس حاليا وضعي إجازة حتى إشعار آخر. بالنسبة حق مشتركين اللي معاي بالواتساب واللي أونلاين واللي بالموقع، فنتوقع التواصل من 5 إلى 10 أيام، فلا تتوقعون يوم بيوم أو كل يومين، لا. المشتركين معاي من خارج الكويت، مشتركين معاي من جميع دول العالم، ممكن توصلكم انضمتكم قبل 10 أيام، ممكن، بس رسميا نقول 10 أيام، إذا قبل ممكن. وبدينا نرد على أسئلة الدايركت. أول مسج بطلته بالدايركت، يا أخوي أنت طلبك عجيب غريب، طلب غريب حين أقول لكم إياه. أول مسج بطلته واحد يعني شاب يقول أنا من الكويت وعلى مشارف زواج، أبي أتزوج، بس أبيك تعطيني طريقة أصيد فيها شغلة معينة.
قال لي انا هدفي اتزوج وحده ضعيفه، يعني وزنها 50 60 كيلو بالكثير، 60 كيلو 50 او اقل افضل، ولكن شوفوا شرط، شرطه يقول ابيها ضعيفه خلقه من ربنا، شيء ضعيفه، يقول ما بيها ضعيفه رجيم ولا بيها ضعيفه عمليات، يقول ضعيفه رجيم وعمليات ما بي. طيب سؤال الحين، يقول انا خطبت اكثر من واحده وكلهم يوافقون شروطي، شلون اصيد اذا ضعيفه رجيم ولا خلقه من ربنا؟ والله اخوي اكو طريقين، الطريق السهل والطريق الصعب. الطريق السهل انك بس تسالها انت ضعيفه من ربنا ولا مسوي رجيم او عمليه تكميم وفك نفسك. الطريق الثاني فقط الناس اللي وزنها وايد كبير ونزلت نزول قوي، فيصير فيها شنو هني تشوف خطوط بالرقبه مثلا، اي ممكن ممكن مو علامات الترهل اللي يسموهم الستريتش ماركس. البعض مو الكل، بس يعني اذا هدفك فعلا كذي لا اسال احسن. شخص يسأل يقول انتشر بتويتر ان النوتيلا يعني كاكاو النوتيلا قد يتم سحبه من الاسواق لانه قد يسبب السرطان، ايش رايك؟ طبعا انا قريت الرابط اللي هو بعث لي اياه، الرابط اللي هو بعث لي اياه نقلا عن صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه حول النوتيلا. بقول لكم خلاصه التقرير اللي اصدرته نيويورك تايمز ان النوتيلا قد يتم سحبه من الاسواق لانه قد يؤدي الى السرطان بسبب الزيوت المهدرجه اللي فيه، يعني بسبب الزيوت مو بسبب السكر. اول شيء يا جماعه لازم تحطون في بالكم كثره الزيوت عموما مو النوتيلا، يعني اي زيوت كثرتها تضر الصحه تسبب امراض كثره الزيوت. فالافراط في تناول الزيوت بانواعها الافراط في تناول الزيوت يسبب ارتفاع فرص الانسان في الاصابه بالسرطان. بس سالفه انك تمسك منتج معين وتقول ان هذا المنتج يسبب السرطان بسبب الزيوت اللي فيه مو صحيح، لانك ما تدري ايش كثر كميه الشخص اللي الفكرة مو صحيحة، لأنك ما تدري إيش كثر استهلك هذا الشخص من هالمنتج، يعني استهلك من ملعقة مثلا شاي أو ملعقة طعام أو خلص الغرشة. يعني يا جماعة بالعقل مو معقولة اللي استهلك ملعقة طعام من النوتيلا مثلا نفس اللي استهلك ملعقة شاي نفس اللي استهلك الغرشة كلها، لا تفرق النسب. فرأيي المبدئي بهالموضوع خصوصا إني للحين ما طلعت الدراسة رسميا، ما شفت إذا في دراسة ولا لا، ولا بس هذا حكي صحف ولا فعلا في دراسة وراها، ما شفت ببحث، ولكن رأيي مبدئيا ان الكلام مبالغ فيه وان صحيح كثرة الزيوت تأثر على صحة الانسان وتزيد فرص اصابته بالكانسر، بس هذه الزيوت عموما الزيوت المهدرجة عموما، يعني ما استقصد منتج معين، الزيوت المهدرجة عموما تزيد فرص الانسان بالاصابة بامراض مختلفة ومنها السرطان، هذا صحيح. بس طبعا لما نقول استهلاك الزيوت المهدرجة والزيوت المصنعة والزيوت، لما نقول استهلاك الزيوت يعني انت قاعد تبالغ في تناول الزيوت، مو تاكل قطعة صغيرة. فتناول كميات صغيرة من أي منتج بإذن الله سبحانه وتعالى ما راح تضرك، يعني عن شهوتك مشتهي it's okay، بس المبالغة في تناول أي شيء مبلا راح تضرك. يعني سؤال يا جماعة، البروتين بار لما نسخنا بالميكرويف 30 ثانية فأحيانا يصير فيه مثل فقاعات أو ينتفخ، فهل أكمل سخنة ولا أوقف الميكرويف وأكل؟ جماعة صحيح اكتشفت، حتى أنا شفت في بيتنا لما تغير الميكرويف، في ميكرويف البروتين بار يستوي من 20 ثانية، في 30 ثانية، في 15 ثانية، بس بالنتيجة ما رح يفرق إذا خليته بالمايكرويف مدة أطول أو أكثر. فأكله بحيث أنه يكون الكاكاو سايح أو أن البروتين سايح بالدرجة اللي أنت تحب. يا جماعة الهدف أنه يكون الكاكاو سايح، يكون البروتين حار أو ذايب نوعا ما، الحرارة إش كثر، المدة إش كثر، كيفك تختلف من شخص لآخر. يا جماعة طبيعي جدا أي نظام تبلش فيه فإن نزولك في أول شهر أقوى من بقية الأشهر، يعني أول شهر هو أقوى نزول بعدين يصير أقل. جماعة للحين في ناس مقتنعين ان الكاكاوات بانواعها المفروض تكون ممنوعة بالرجيم، ما يصير تاكل كاكاو وانت تسوي رجيم، او ما يصير تاكل حلويات وانت تسوي رجيم. فاكثر من واحدة تطلب مني اتكلم بهالموضوع تقول علشان اوري رفيجتي سناباتك وتقتنع ان الكاكاو عادي بالرجيم او البطاط عادي بالرجيم او ان الرجيم ما في حرمانية. اول شيء انا ما راح اتكلم بهالموضوع، وبعدين اذا رفيجتس قاعد طالعني راح اقول لك ان الكاكاو والبطاط ممنوع بالرجيم، ما نبي الكاكاو يخلص يا جماعة، خلوهم عبالهم ممنوع لا يخلص. يا جماعة احنا ما نبي الناس تقتنع ان الكاكاو والبطاط والمطاعم شيء عادي تخليه باللايف ستايل مالك بالرجيم، لان احنا نمشي على نمط حياة ما نمشي على حرمان. فاللي ما يبي يقتنع ان الكاكاو ممكن تخليه جزء من نظامك الغذائي مو لازم انه يقتنع، احنا ما نبي الكاكاو يخلص، احسن انه ما يقتنع احسن لنا. وعيد واقول افكار اللي قاعد اقولها عن الكاكاو على البطاط على المطاعم هذه افكار علي الحداد، افكاري انا، فاذا غيري خالفني الراي حيا الله ولا ياكل مطاعم ولا يروح، خلي كل واحد وفكار.
هل كل واحد وافكاره يا جماعه؟ احنا مرتاحين كذي، احنا مرتاحين كذي، ناس يبون حرمان وماكو شيء، واحنا كاكاو مطاعم على المزاج احلى شيء. انا اول كنت اقول لكم اذا تذكرون ان مو هدفي اقنع احد ولا باحد يقتنع بافكاري، هذه افكاري وانا حر فيها وغيري عند افكاره وحر فيها، ولكن الحين يا جماعه اتمنى العموم ما يقتنع بافكاري. يا جماعه اي منتج احطه يخلص بالسوق، على الاقل احطه ما يقتنعون فيه يظل موجود اقدر اشتري منه مره ثانيه. لان يا جماعه ما اخفيكم سر ان وايد منتجات تعجبني هالايام مو قاعد اعرضها لكم، لان صدق ابي ارجع اشتريها مره ثانيه، ابي الاقيها بالسوق، لاحطها ماكو شيء. طيب بس ان شاء الله بسياستي الجديده اني راح ابدا امتشل من المنتجات اللي ابيها ثم اقول لكم، فعاد كيفكم بتطيرونها بتخلصونها بتخلونها كيفكم، مو انا ماتشلتي موجوده. ويجيك واحد عقب كل هذا ويقول لك مو معقوله كاكاو برجيم، شلون كاكاو برجيم ولا مطعم برجيم؟ يا حبيبي ما نبيك تاكل انت ما بيك تاكل، خله حقنا الكاكاو المطعم. انا لاحظت بالوطن العربي وهذا بالواقع هو سبب تخلفنا شوي بالوطن العربي عن الدول الغربيه والدول المتطوره. بالوطن العربي ما نقول الكل ولكن البعض، اي مبدع اي انسان مبدع تلقى فيه فئه على طول تحاربه، ليش؟ لانه مبدع. هذا واحد. والامانه والله العظيم يا جماعه اغلب الناس اللي هذيل اشوفهم بالكل 6 اشهر مره يغلطون او يقطع كلمه ويمشي، الدش بروفايله كذي، يا حاط ادعيه يا استغفار، يا حاط ادعيه يا حاط استغفار، يا حاط اذكار، ويا حاطها بالوي بالبايو، يا حاطها بوستات، بس دائما يحسسك ان الاخلاق شيء قوي عنده. زين الادعيه والاستغفار والحكي هذا الحلو اللي انت حاطه، وين لما غلط علي؟ وين لما وين راح؟ اكرر واقول يا جماعه ترى ماكو شيء، ماكو حتى وغلط علي، ما حد سامي، ماكو شيء يا جماعه. انا اقول افكار اي بلا يمكن صايره سالفه قبل سنه ولا 6 اشهر اي. فاللي ابي اوصله من حكي هذا كله انه في كميه تخلف بالمجتمع وفي كميه نفاق بالمجتمع، اتمنى الله يفكنا من الاثنين. وكانت معاكم هذه فقره التحلطم، وبصراحه ما ادري ليش قلتها، يعني ماكو ولا سبب ولا 1% سبب يخليني اقولها اصلا، ما ادري ايش الموضوع اللي يرنح حق هالموضوع.